السلام عليكم. ما تنجمش تعطي رايك في لاعب وانت تذكره على خاطر باش يرجع بالسل على المنتخب التونسي، على منتخبه وعلى فريق، لانه وقت اللي يكون عنده 100 ميزه وعنده سيئه واحده او سلبيه واحده باش تخزن لك السلبيه وتركز عليها وتنسى الكل. وما تنجمش كيف كيف تعطي رايك في لاعب وانت تحبه كيف كيف باش يرجع بالسلب على الفريق ولا على المنتخب اللي ينتمي له، لانك باش تنظر كان للايجابيات نتاعو حتى لو كان هما اقلال. لكن اعطي رايك في لاعب في مصلحه فريقه وفي مصلحه المنتخب اللي ينتمي له، وقتها تنجم يكون الراي نتاعك ايجابي 100%. حكيت على حنا بعلى المجبري وهبطنا حلقه تقريبا مع نص نهار، وقلنا راهو باش ينزلوا عليه وباش يتاكيوه على اللقطه اللي صارت بينه وبين فوزي البنزرتي. هذا صار، لكن صار اكثر من اللي كنت نتوقع. كنت نتوقع باش يحكيوا على المستوى المحترم اللي قدمه حنا بعلى المجبري، ويحكيوا لمصلحه المنتخب التونسي مثلا انه هذا ما يجيش، وحنا بعلى فوزي البنزرتي اكبر منه، ويلزمهم يعرفوا مثلا علاش حنا بعلى عمل هكاك، على خاطر باش تقولي لا ما يلزمناش نعرفوا، لا يلزمنا نعرف، على خاطر باش نرجعوا لنفس الكلام. واللي يقول فوزي البنزرتي اليوم سمعت عمار الجمل، سمعت كيف كيف خالد القربي، سمعت ثلاثة وأربعة سمير السليمي كيف كيف، يقول لك هذيك طبيعة فوزي البنزرتي. لا أخوي، ما هيش هذيك طبيعة فوزي البنزرتي. طبيعة فوزي البنزرتي وقت اللي يتصرف مع ظهير الأيسر بن والناس بالطريقة هذيك، ويتصرف مع بوشنيبة بالطريقة هذيك، نفس التصرف اللي تصرفوا مع الملعبية هذوما يلزم يتصرفوا مع يوسف المساكن ومع حمد علي بن رمضان ومع عيسى العيدوني ومع الياس السخيري ومع الاكسيال ياسين مرياح. يلزم يتصرف مع جميع الملعبية بنفس الطريقة، كلهم ولاده ولاد ولاده كلهم، بالك فيهم واحد عمره 57 سنة باش يقولوا لا هذاك كبير نتصرفوا معاه تصرف آخر، هكا عمرهم 32 25 27 28 22، الكلهم يجي ولاد ولاده مش حتى ولاده. لكن فوزي البنزرتي يميز، وهذا اللي ما حبوش حنا بعد المجبري. لا خويا الباهي، أنا مانيش كيف الملعبية اللي تقشت لهم وتهنت لهم وما يتكلموش. عاملني كما تعامل يوسف المساكني، وعاملني كما تعامل محمد علي وعيسى العيدوني والناس الصخيري والملعبية اللي زعمة زعمة كوادر الفريق. بداية بخالد القربي في إيافام، ولهنا راهو يلزمنا نركزوا برشا في الكلام، لأنه ثم النبرة متاع الصوت وثم الطريقة متاع الكلام تفهم شنو يدور في مخ الشخص. نسمعوا مع بعضنا خالد القربي ساعة الشحكاية. حتى تخسر وترى لعبات تجري وتضرب وتمسخ المريول، تقول اموا جرينا وتعبنا البارح ما فماش ملعبية تحبوا نتابش، ما فما حتى ملعب، لا حنا بال من اللي جاء حنا بال مع تحت المنتخب، كان صارت له حاجة بروباغندا نتاع اعلام عاشور يا قربي، ما عندوش شيء للمنتخب، مش كيما الاخر. لا لا، لعب على اللي صار، ما عطاش لا لا ما هي ما خذيش فرصة، هذه ملاعب يعني يجي تشرط على المدرب ونلعب وما نلعبش. لا زاد هو ما نجمش، زاد فما انا ملاعب بس انا نريح انا يعني باش نفهموا حاجة. لو كان خالد القربي بدا يحكي وقال مثلا البارح والله ما عجبونيش الملعبية، لا الياس الصخيري لا عيسى العيدوني لا يوسف المساكني لا حتى حنا بعل، نقولوا يعني حتى الناس اللي ماشي في بالها حنا بعل قدم مقابلة كبيرة، انا رافاهم الكل المستوى نتاعهم متواضع، والله نمشي معاك. اما هو اش قال؟ قال الملعبية حتى حنا معناها ريتش موجه الكلام نتاعو، موجه مباشرة عنده شكون يحب يوجه له رسالة، يحب يوصلها له مباشرة، ما حشته بحتى ملاعبة في المنتخب، حشته كان بحنا بعد، ايش مدخلنا احنا في الايامات وجا وبهرجة، تي تحكيت 100 مليار مرة، وكل فيل اللي قالوا دخل بيه حنا بعد، ما قال لك قريب باش يدخلوه في فيل، تنقولوا دخلوه فيل، فك المهرجان اللي عملوا تي راهو كبر الفيل ومات ومشى على روحه، تنساها نورمالمون الحكاية، يعني مازلتوا ترجعوا الحكاية كيفاش البهرجة اللي صارت بالحنا بعد المجبري، يعني واضح مباشرة، ريت حتى تراو فيه زعما زعما أنتوما حنا بعد البارح قدم مقابلة محترمة أو مقابلة ممتازة، ديريكت تخلك هو الحنا بعد. حتى حنا بعل باش تفهم الكلام كيفاش موجه للاعب يا رسول الله. غير السليمي عنده راي اخر، قال لك ما قلتوش فوزي البنزرتي. فوزي البنزرتي اللي نعرفه نورمالمون مباشره بعد اللقطه هذيك يخرجوا مباشره،
هذا كلام سمير السليم. ننتقلوا الكلام عمار الاجمل جيل بن زارتي. الاكتشافات هذا كل عمار شنو رايك فيه؟ عاديه في ماتش كره قدم ولا مش عاديه؟ شنو رايك فيها؟ لا ماشي عادي، مش عادي بالكل حقيقه. نتاع لاعبي غير مسؤول نتاع، يعني راه قل التربيه وانا راجل في السبعين سنه فقط. باش نقولوا خلينا نقولوا انه اساء التصرف. انت اساء التصرف، يعني باش نقول قل التربيه. راجل معناه عمره 70 سنه، تجي معناها عباره نحيت له يده ونطرت عليه، ما هيش به. كلنا فوزي البنزرتي لنا ونعرف الغش نتاعو، ويتسمى فوزي البنزرتي كي يشدك من المريون راه يتسمى معناها يحبك ياسر على فكره. راه فوزي معناها الناس كل ترانات عنده معناها حاجات غريبه تشوفها، حاجات بالحق غريبة، وكمام نقول نحترموه ونقدروه. ولا واحد أنا نحكيه على إنسان قالها وحده حاجات غريبة تشوفها، ش معناها؟ معناها اللي يعمل فيه هو إيجابي؟ ليه والله لا مش إيجابي. أم كان مش إيجابي اللي يعمل فيه ما يسحقش باش يكون موجود في المنتخب. لو كانت تراها هالحاجات الغريبة أنت إيجابية وتصير نورمالمون، أنت تراجع حساباتك على خاطرك يا عمار جمل راك وليت محلل. خويا ما تجيش الحقيقة. هاي طارق، شوف أنا بالنسبة لي أنا حنا بعد المجبري إذا مش أفضل لاعب البارح، واحد من ثلاثة أفضل لاعبين، وخول ربع ساعة وإلا الدرجين يلعبهم في الماتش الأول اللي هوني في تونس، زاد يقدم برشا حاجات اللي خلاه يكون أساسي. لا تحسن كبير في الأرض، لأنه بعيد برشا على المنتخب، ومعناتها ورجع المنتخب معناتها بعد القوس هذاك اللي تفكروه الناس الكل. بقينا أنا اللقطة هذيك ما نجمش نعديها وما نجمش نقبلها، حتى فما سمعت برشا تفسيرات وتبريرات من نوع معناتها سخونة الماتش ونرجع كذا، هذا كل شيء له بر. سكوت باركر مدرب بيرلي اللي درب حنبال تو عمره 44 سنة، خلينا نجرب حنبال يعمل سكوت باركر اللي هو عمره 44 سنة اللي عمله مع مدرب ماسيفوزي بزرتي اللي عمره 74 سنة، وأكثر مدرب تونسي تتويجا. وما أنت كنت نحكي وفيه قد ما أنا واحد من الناس تكتيكيين وفنين. عندك ألف حق كالغديري، أما هل سكوت باركر اللي تحكي عليه خلينا نشوفوه هو قبل يعمل التصرفات متاع فوزي البنزرتي، ومن بعد نشوفوا وين راح انا بعلي رجع عليه بنفس الطريقه ولا. يعني اللقطه اللي انت تستنى فيها يخرج المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج، واللقطه هذه ما تحلمش باش تراها على خاطر باركر ما يعملش التصرفات اللي يعمل فيها فوزي البنزرت. عندي بار وين تاع لي صغير يلعب في البوندسليغا من افضل اللاعبين، هذاك مستوى، هذاك مستوى عيسى العيدوني، هذاك مستواه معناه لو نحيو حنا بار المجبري اللي هو كان معناه خلينا نقولوا افضل واحد في الخايبين ومريح اللي سجل البقيه الكل. لا توا سي معناها فهمنا الوضعيه الكل، فهمنا انه حنا بال مكروه سبحان الله من قبل الإعلاميين. يعني حتى المقابلة اللي قدمها البارح قال لك ما نجمش يقول لك أحسن واحد، يلزم ديما يخرجوه خايب، قال لك أحسن واحد في الخايبين، معناه هو خايب، أما خير منه مو أما خايب رو حتى هو ما هوش باهي. يعني حنا بعد البارح نورمالمون ينظر بمنظور المصلحة المنتخب التونسي يقول لك شوف الملاعب هذا الوضعية الصعيبة اللي مرت عليه وكيفاش رجع، وفي 5 مقابلات مع بيرلي لعبهم كأساسي كيفاش المردود قدمه مع المنتخب التونسي، ما كان يقعد أساسي لنهاية الموسم شنو قادر يقدم للمنتخب، ما كان يطلع مع بيرلي اللي يلعب من أجل الصعود للبريمير ليج ويكون أساسي شنو بش يكون وشنو بش يقدم إضافة للمنتخب التونسي. لا هذا الكل ما يخزروهش، يخزروا كان التحطيم اللاعب. وركزوا لك مع لقطة فوزي البنزرتي، بجاه ربي نعاود نقولها 100 مليار مرة، راهو الفريق نوع والمنتخب نوع. انتم اللي تحكيوا على فوزي البنزرتي وتضربوا في اللغه وفوزي البنزرتي ويعمل ايه، خاطر عندك شهريتك انت في الجمعيه، تعرف روحك لو كنت تهز عينك فيه، تهز عينك في فوزي البنزرتي ويحطك على البنك، ينجم يحطمك جمله واحده، ينجم يدقدقك جمله واحده، ينجم ينحي لك فلوس، ينجم يعمل لك، ينجم يعمل لك، ينجم المسيره الكرويه نتاعك بكلها يحطمها لك. هذيك علاش خاف منه لا قدر ولا هم يحزنون. انا كان نحكي على بعض الملاعبيه شنو يعملوا، تي ما فازت فانا بالت يا حاجات من وراء العقل يا معلم، تيصلي على النبي من اللغه تحكي فيها، تيمتي بيدك فوزي بنزرتي تبدا ما تعرفوش، تي واحد يبدا بقدره وذا بقدره في حومته، كي يخرج من حومته ما تعرفوش لعبت طيح له قدره، ما تعرفوش انت تعرفوا فوزي البنزرتي وانت كذا وانت كذا، وانت تحمل الذل، هاي ملخ انت تحمل الذل غيرك ما يحملش الذل، سبحان الله.
يا رسول ما نحملش الذل، ما تعمل ليش خويا كيك، لا فازت كبير لا فيها الكبير لا صغير، ما تعمل ما نحملش الذل، ما تعمل ليش ولا بيناتنا شنو خويا، ما عجبتكش خرج، لا تشدني هكاك لا تعمل لي هكا لا لا لا, لا تضربني بكف ولا يحزنون خويا، ماكش بابا انت، ماكش بابا، ما عجبتكش خرجني، سهله الحكايه برشا، لا تقول لي كذاتي منتخب هذا ينجم يقول لك برا ربي معك تنتي اللي تحكي هكا، تلعب في فريق دربك فيه فوزي البنزرتي، لو كان جاي ما دربكش وتلعب في منتخب، يعني انت نتصورك عمار الجمل اليوم يجي غدوه يجي مدرب للمنتخب مثلا من ليبيا وكبير ويعمل لك هكاك تبقى تخزر له في المنتخب، تي سايب علينا من اللغه بجاه ربي. ايا برافو حنا بعد كمل هكاك بحول الله، كنا معاك لمصلحه المنتخب التونسي. في ختام الحلقه كالعاده البياري مطبخه كيف شوفوا لكم، تحيه تونس، تحيه تونس، كلنا تونس وسلام.